أسعد الله أوقاتكم أحبتي الطلبة، ألتقي بكم اليوم في حصة مراجعة جديدة، لكن اليوم سوف نقف عند ما تم أخذه من خلال قراءتنا للملزمة. أتمنى الالتزام بقوانين الحصة زي ما عودتوني دائماً، ويفضل زي ما حكينا دائما كتابة الاسم الأول والأخير باللغة العربية عند المشاركة، بنرفع إيدينا. بما أنه هذه الحصة هي عبارة عن حصة مراجعة لما تم أخذه، بتمنى الكل يشارك. أي شيء غير واضح نستطيع السؤال عن ذلك، لأنه ما تبقى لدينا من القواعد النحوية هي عبارة عن فقط قاعدة العدد، وما تبقى طبعاً القواعد الإملائية وغيرها، لكن يبقى لدينا العدد إن شاء الله في الحصة القادمة. فاليوم سوف نقوم كما قلنا فقط بمراجعة ما تم أخذه من خلال حل الأسئلة الواردة في الملزمة. فلنبدأ على بركة الله تعالى. في أي سؤال؟ تفضلي ميرال. تفضلي ناس. نعم. أول شيء كيفك؟ الحمد لله تمام. بس بدي أسألك سؤال، هسا بكرة في دوام، إنه بكرة حناخد أونلاين ميرال، هذا الإشي من الإدارة، يعني أنا بوصلني زي ما بوصلكم أنتو، تمام؟ يعني أنا البرنامج يوميا بوصلني البرنامج يوميا مثلكم أنتو، تمام حبيبتي؟ يعني فيه ولا ما فيه بكرة؟ أقول لك ما بعرف، أنا البرنامج بوصلني دائما البرنامج أنتوا بوصلكم، بوصلني كمان، بوصل للمعلومات بنفس الوقت، فما بقدر أجزم لك إنه يكون فيه أو ما فيه. إسلام حبيبتي. ننتقل إلى الملزمة، وبدي أشوف طلاب وطالبات يقرأوا. قبل أن نبدأ بدنا نقوم بقراءة النص مرة أخرى حتى نقوم بإعادة ذكر عناصره ونوع القصة كما ذكرنا، حتى نبدأ بعد ذلك بشيء آخر. من يقوم بالقراءة؟ نسمع من عمر، تفضل. أمس ألو حبيبي، تفضل حبيبي. البائع الصغير. وقفت بجانب المنزل أتأمل العراك المستمر في ساحة المدينة، وأسمع جلبة باعة الشوارع ومنادات كل منهم عن طيب ما لديه من السلع والمآكل. اقترب مني صبي ابن خمس، ويرتدي أطمارا بالية، ويحمل على ذراعيه طبقا عليه طاقات من الزهر، وبصوت ضعيف يخفضه الذل الموروث والانكسار الأليم، قال: أتشتري زهرا يا سيدي؟ يا عيني عليك عمر، قراءتك بتجنن، أكمل. فنظرت إلى وجهه الصغير المصفر، وتأملت بعينيه المكحولتين بخيالات التعاسة والفقر. أشكرك يا عمر، قراءتك جدا رائعة. أنا حبيت أن اليوم تقرأ عشان أعرف كيف القراءة معاكم بالعطلة، فقراءتك جدا رائعة، أشكرك يا ناس. نسمع من طالب أو طالبة أخرى، نسمع من حازم، تفضل. وين وصل؟ تأملت وفمه المفتوح. وفمه المفتوح قليلا كأنه جرح عميق في صدري متوجع، وذراعيه عاريتين النحيلتين، وقامته الصغيرة المهزولة المنحنية على طبق الأزهار كأنها غصن من الورد الأصفر ذابلي بين الأعشاب النضرة. تأملت بكل هذه الأشياء بلمحة مظهرا شفقتي بابتسامة
هي أمرا من لحظة يا حامد، بي مظهرا شفقتي بي، بس الحركة لا بابتسامات، بابتسامات هي أمر من الدموع هي تلك ال... لحظة يا مس، هي أمر، لا أمر من الدموع، الابتسامات هي أمر من الدموع، أمر أكثر من مرارة الدموع، يعني من الدموع. نعم تلك الابتسامات التي تنشق 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 من أعماق قلوبنا وتظهر على شفاهينا ولا ولو تركناها وشأنها تصاعدت لتصاعدت وانسكبت من مقاينا. ممتاز، لتصاعدت وانسكبت من مقاينا. شكرا يا حازم، أشكرك يا مس. ننتقل لشخص آخر أو طالبة من الطالبات المقرأ ونسمع من ليان. تفضلي ليان. هاي مس. حبيبتي هلا. ثم ابتعت بعض أزهاره وبغيتي ابتياع محادثته، لأنني شعرت بأن من وراء نظراته المحزنة قلباً صغيراً ينطوي على فصل من مأساة الفقير الدائم تمثيلها على ملعب الأيام. وقل من يهتم بمشاهدتها لأنها موجعة. لأنها موجعة. موجعة، نعم. ولما خاطبته بكلمات لطيفة استأمن واستأنس ونظر إلي مستغربا، لأنه مثل أترابه الفقراء لم يتعود غير أترابه، بمعنى أقرانه، بمعنى زملائه. نعم. الفقراء لم يتعود غير غير خشن الكلام من أولئك الذين ينظرون إلى الصبية الأزقة كأشياء. لحظة، في مضاف إليه صح؟ إلى صبية الأزقة، إلى صبية الأزقة كأشياء قذرة لا شأن لها وليس لنفوس صغيرة. أنا في عاتبك ليان هلا. كأشياء ماذا؟ قذرة. بدي أسكن عند علامات الترقيم. أحسنتي، أكمل. لا شأن لها وليس لنفوس صغيرة مجروحة باسم الدهر. لا دي دي بأسهم الدهر. أحسنتي يا ليان، أشكرك. الآن نريد، وصلنا إلى حديثنا عن حدد نوع النص الأدبي موضحا عناصر هذا النص. من يقوم؟ من يقوم بقراءة أو الإجابة عن هذا السؤال؟ في طالب أو طالبة؟ إحنا حكينا مآقينا، إيش المشكلة؟ مآقينا همزة مد، مش هيها كلمة مآقينا، مآقي وانسكبت من مآقينا، فهيها همزة مد. إحنا ما حكينا إنها الهمزة المتوسطة مكسورة، هي كلمة مآقينا. فكانت قراءة الطالب أو الطالبة اللي قرأتها صحيحة وقراءتنا كانت إلها صحيحة. ففي طالب أو طالبة ذكروا هذه الملاحظة لكن كلمتنا صحيحة، فانسكبت الدموع من مآقينا، من عيوننا، فقراءتنا لهذه الكلمة كانت صحيحة، لا غبار عليها. طيب ننتقل للسؤال اللي هو ابحث في النص عن كلمات، لا حدد نوع النص. نسمع من زينة الجوهري، تفضلي.
نوع النص قصة قصيرة. أحسنت، نوع النص قصة قصيرة. ما هي عناصر القصة القصيرة؟ مكان. مكان، أين المكان الذي، لحظة، إحنا بدنا نذكر مع التوضيح المكان، نحدد المكان الذي ورد في هذه القصة. مسترجع الفقرة. هاي الفقرة أمامك. نعم. ساحة المدينة. ممتاز، ساحة المدينة. إذن المكان هنا ساحة المدينة. أعطيني عنصر آخر من هذه العناصر، عناصر القصة، حتى أنتقل بعد ذلك لطالب أو طالبة أخرى. هل هناك عنصر آخر يا زينة من عناصر القصة؟ شخصيات. الشخصيات، الشخصيات التي وردت هنا. صبي. نعم. ورجل. نعم، صبي، رجل. بالإضافة إلى هناك شخصيات، لكن لم يظهر حوار بينهم وبين الشخصيات الأخرى. من هم؟ باعة الشوارع، صح يا زينب؟ باعة الشوارع. إذن كما قالت هناك رجل، هناك رجل، هناك صبي، وأيضا باعة الشوارع. أشكرك يا زينة. نسمع أيضا عشان نوزع الأسئلة على الجميع، نسمع من حنين، تفضلي. مستك يعني أعطيك كمان عنصر؟ طبعا، ذكرنا مكان وذكرنا شخصيات. أيضا من العناصر الأخرى الحوار. أحسنتي، حوار. أين ظهر الحوار في هذه القصة؟ بين الصبي والرجل. ممتاز، إذن في عنا بين الرجل والصبي، لكن لم يظهر مع باعة الشوارع، مع أنه باعة الشوارع أيضا من الشخصيات، لكن لم يظهر لها دور في هذه القصة. أحسنتي، إذن الرجل والصبي. أيضا هل هناك عنصر آخر من عناصر القصة؟ بس ممكن الحل. طب ما هو إحنا ما بننتقل مباشرة على الحل بدون ما يكون العقدة. عقدة، أحسنتي. إيش ما العقدة التي ظهرت في هذه القصة؟ يمكن إنه الصبي فقير وعنده إنه أواعي بالي وهيك. ممكن. وأيضا إنه الناس بيعاملوا الفقراء بطريقة مش منيحة. ممتاز، وعدم الشراء منهم. من الصبي. أحسنتي، أشكرك يا حنين. إذن كما قالت حنين، ذكرت أيضا عنصرين آخرين. ذكرت الشخصي الحوار بين الصبي والرجل، وذكرت أيضا العقدة وهي عدم شراء أحد من هؤلاء الباعة ومن الصبي. الآن هناك أيضا شخصيات أخرى، نسمع من حداد، تفضل. حداد افتح المايك من عندك. عبما تنحل مشكلة عند حداد، نسمع من لين. تفضلي لين. أمس بدك إيش العناصر؟ نعم، ولا شو بدي؟ أحكي لك ياهم مرة تانية كلهم. نعم، هلأ إحنا ذكرنا مكان، المكان والزمان، شخصيات. لا، ما ذكرنا زمان. مرحبا مس. حداد، حداد ننتقل للسؤال اللي بعده. تمام حبيبي؟ اوكي مس، بس كنت اسال كم من سؤال. هلا العناصر انا حطيت انه البائع والمشتري وباعة الشوارع. لا، هذا لا يعتبر عناصر. العناصر كما ذكرنا نحن، يعني انت تتحدث الان عن عنصر واحد وهو الشخصيات. عندما تقول البائع والمشتري او الصبي والرجل وباعة الشوارع، هذا معناها شخصيات انت ذكرت. هلا وكمان مش حطيت انه كمان عنصر اللي هو المكان، محل الزهر، او يعني عند مكان وين بيبيعوا زهر. لا، هو ما في مكان، هو كان هم باعة شوارع، يعني في اي مكان بتواجدوا. فبالتالي طب يعني مس عناصر القصة، هو انا بعرف انه المكان والشخصيات والوقت.
هو المكان والشخصيات والزمان، وفي عنا الحوار وفي عنا العقد وفي عنا الحل. هلأ إيه إحنا إيش حنكتب؟ هلأ المكان وين؟ بالشارع يعني؟ بالشوارع؟ اللي هي ساحة المدينة، هيها واردي أتأمل العراق المستمر في ساحة المدينة، هاي المكان. والزمان؟ الزمان ما ذكرناه يا حداد لأنه طالب بدها تذكره. تمام. ومس في كمان عندي سؤال، سؤال ستة، أعد ترتيب أحداث النص، هذا ما فهمته. طب رح نرجع هلأ إلى، ولا يهمك حبيبي. أوكي. طب نسمع نكمل. لين ذكرنا المكان ساحة المدينة، ذكرنا الشخصيات اللي هو الصبي والرجل وباعة الشوارع، ذكروا الحوار ما بين الرجل والصبي، وذكرنا أيضا العقد اللي هو عدم شراء أحد من هذا الشخص أيضا. تفضلي يا لين. يلا يا مس. في الزمان والحل. يلا الزمان اللي هو نهار أحد الأيام. ممتاز. إذا ممكن نحكي نهار أحد الأيام لأنه غير واضح، لكن واضح إنه الزمان في حركة، في يعني الوقت كان فيه حركة، فممكن نختار نحكي نهار أحد الأيام، لكن هو غير واضح بشكل محدد، لكن يظهر لنا ونستنتج أنه قد يكون نهار أحد الأيام. أيضا قلتي لي الحل، ماذا كان الحل؟ إنه التعامل معه بطريقة أحسن ونشتري منه الزهر عشان يستفيد. أحسنتي، لأن قلنا إحنا العقدة عدم الشراء، إذا الحل بده يكون أيضا الشراء. أشكرك يا لين. إذا نعيد ذكر العناصر، هذه قصة قصيرة، في عنا عناصر مهمة في كل قصة. أولا المكان، هي ساحة المدينة. الزمان عندي نهار أحد الأيام. الشخصيات الرجل والصبي وباعة الشوارع. عنا أيضا قلنا الحوار بين الرجل وبين الصبي. هناك العقدة، العقدة كانت عدم شراء أحد من هذا الصبي الصغير. الحل لابد أن يكون هو الشراء منه والتعامل معه بلطف. هذا بالنسبة إلى هذا السؤال. في تفضل حداد، ذكرت إيش السؤال اللي ما قدرت تفهمه؟ السؤال السادس. طب نقرأ السؤال السادس. أعد ترتيب أحداث بطريقة جديدة. تمام، فقط إنه بأسلوبك أنت تقوم بذكر القصة بأسلوبك، أعد ترتيب أحداث القصة بأسلوبك أنت. هلأ مش قصدهم، مش قصدهم إنه إنك مش ترتب الأحداث ترجع تعيد، يعني تعمل الحدث الأول حدث أخير، لا، هو القصة هي واردة عندك بأحداثها كاملة. لكن إيش قصدهم إنه بترتيب، إنه أعد ترتيب الفقرات ولا إيش؟ لا، ترتيب الأحداث أنت، يعني تتحدث بأسلوبك بأحداث مرتبة كما وردت في النص. تمام. كم من فقرة لازم تكون ولا إيش؟ أكم فقرة؟ لا عادي، مش محدد يعني أكم فقرة، بس لو أنك أنت تعطيني ملخص لهذه القصة، يعني بأسلوبك ترتب لي أحداث القصة اللي واردة، مش زي ما إحنا صف رابع كنا أو ثالث إنه نعطيكم مثلا أحداث غير مرتبة وأقول لك رتبها، ما هي قصة مرتبة أحداثها صح؟ نعم. فالمطلوب هنا أعد ترتيب أحداث النص بطريقة جديدة، إنك أنت تحكيها بأسلوبك بطريقة جديدة فقط. هلأ مس أنا بعرف كيف أحله، بس ما رح أحله لأنه ما بقدر هلأ، يعني يمكن ما بعدين. ما في مشكلة. طيب بدنا حداد تكملنا السؤال اللي بعده، لأنك أنت كنت رافع إيدك وكان مش ضابط المايك عندك. يلا نحل السؤال اللي بعده، نقرأ السؤال. يلا حداد مس. ما حمس. يظهر النص مشكلة تعاني منها المجتمعات وهي عمالة الأطفال، يعني عمالة الأطفال هو عملهم بالشوارع الأطفال. نعم. استخدام الأطفال للعمل، مع أن الأطفال يجب أن يقوموا بالدراسة، يعني في أشياء أولى يقوموا بها الأطفال، فإنه استخدام الطفل حتى يقوم بالعمل وبترك المدرسة وبذهب للعمل، هذه مشكلة بتعاني منها المجتمعات الآن.
وكلنا بنشاهد الكثير من الأطفال نجدهم في الشوارع يقومون بالعمل. فهذه مشكلة في كل المجتمعات. قدم لي حلول لهذه المشكلة برأيك، إيش ممكن يكون حل لهذه المشكلة؟ أنه واحد أن تساهم الحكومة في دفع للطلاب الذين بحاجة حلو للدراسة. نعم. وأن والمنع ممكن أن يمنعهم منعاً باتاً من هذا العمل صح؟ نعم، وأن نمنعهم من هذا العمل يكون في قوانين أكثر حزم في هذا الموضوع. نعم نعم. في شيء آخر حداد؟ إنه ربما أن يعني يقرأوا أو يعني يشتروا كتب مدرسة ويقرأوا في البيت مثلا. نعم، لكن هذا ممتاز، ممكن حل من الحلول إذا كان هذا الشخص يعني لابد أن يقوم بالدراسة، لكن الأولى أن الشخص أنه لا يعمل. هناك من هم أكبر من هؤلاء الأطفال يقومون به العمل. أشكرك حداد. هل في أي طالب أو طالبة عندهم حلول أخرى حتى نعالج هذه المشكلة اللي أصبحت ظاهرة في كل المجتمعات؟ هل هناك حلول أخرى؟ نسمع حنين، تفضلي. بس هو ما عندي حل، بس عندي سؤال. نعم. عادي أسأل؟ تفضلي. بس هلأ سؤالي إنه ذكر في النص تشبيه اللي هو فمه مفتوح قليل كأنه جرح عنيق عميق. هلأ التشبيه يعني من عناصر من القصة؟ لا، هذه الأساليب اللي ذكرناها أساليب فنية، إنه استخدام التشبيهات. أما عناصر القصة هي محددة. أوكي، شكراً. بس هذا بيعطي جمالية، كلما استخدمنا صور فنية بيعطي جمالية للنص الأدبي الموجود. كلام حنين؟ أوكي. طيب نسمع من لين إذا في شيء آخر حتى ننتقل لأمر آخر، تفضلي. مثلا ممكن هم يجبروهم على الدراسة، بس إذا مثلا هم محتاجوا النقود كتير ممكن يخلوهم يعملوا أشياء تطوعية يكسبوا فيها مال قليل، يعني ممتاز. تفيد الناس التانيين. في جمعيات ممكن تساعدهم، لكن إنه مثل ما حكيتي إنه يعني وحق الطالب اللي قبلك إنه يجب إنه هؤلاء الأطفال أن يواصلوا الدراسة. فيجب حل هذه المشكلة كما قلتم، إما بمساعدتهم أو بإجبارهم، قوانين حازمة تكون في موجودة. أشكرك يلين. في شيء آخر؟ طيب ننتقل الآن للسؤال الذي يلي عنا. حكينا عن الضمائر وقمنا بإجابة هذا السؤال، ووصلنا إلى حروف النصب وحروف الجزم، أيضا قمنا بذكرها، وصلنا إلى الأفعال الخمسة. نتذكر معا الأفعال الخمسة أنها ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون. الشيء الضروري الذي يجب معرفته أن الضمير الذي يتصل مع الأفعال الخمسة دائما في محل رفع فاعل. الضمير طبعا هناك الضمير اللي هو الواو والألف الاثنين، واو الجماعة وألف الاثنين، ويا المخاطبة. في ضمائر أخرى ممكن تكون في محل نصب، لكن الأفعال الخمسة إذا ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون، واو الجماعة المتصلة معها، ألف الاثنين، ياء المخاطبة، دائما ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. نبدأ بحل السؤال. نسمع من مين؟ يلا يا مس نرفع إيدينا. طيب نشوف، تفضلي تالا. اقرأ الآيات والجمل الآتية ثم ميز الفعل المضارع وفق الجدول. نعم. لن تنالوا البر البر حتى البر حتى تنفقوا مما تحبون. نعم. هل هناك أفعال فعل مضارع من الأفعال الخمسة؟ تنالوا وتنفقوا. تنالوا وتنفقوا. الآن تنالوا ماذا سبقها؟ حرف نصب لن، معناها هذا فعل مضارع. اعربي لي اياه. فعل مضارع منصوب علامة نصب حذف النون لأنها من الأفعال الخمسة. ممتاز. وحتى من حروف
نصب كمان. إذا تنفق فعل. فعل مضارع مرفوع علامة رفع هي حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. ممتاز. والواو الموجودة في الفعلين؟ ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. ممتاز. ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. والفعلين إذا كما قلتي فعل مضارع منصوب علامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. أشكرك يا أتالة. نسمع من ندى. تفضلي يا ندى. نفس الجملة. نفس الجملة ليش نعيدها؟ لا لأنه في فعل تاني. صح. أشكرك. تفضلي احكي الفعل بعدي وبعدين تكملي الجملة التي تليها. مما تحبون. تحبون. نعم. فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. ممتاز. فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. والواو ضمير. ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. يعني ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. يلا نحل اللي بعديها. وعبادة الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. الأرض هونا. نعم. يمشون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. والواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. يا عيني عليكي. أشكرك يا ندى. نسمع من طيب نسمع من تفضلي يا زينة. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نعم. ولا تكونوا لا ناهية من أحرف الجزم. نعم. تكونوا فعل مضارع مجزوم علامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. ممتاز. والواو. نعم. الواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. يا عيني عليك. أشكرك يا زينة. نسمع من جود. تفضلي جود. ما سمعتني؟ طبعا صوتك كتير واضح. إيش أعرف أي وحدة؟ إحنا وين واصلين؟ أي وحدة؟ وين واصلين إحنا مس؟ عند تكونوا الرابعة. يلا يا مس الجملة اللي بعدها. الجملة التي تليها. نعم. ولتكبروا الله على ما هداكم. ولتكبروا فعل مضارع أكملي. نعم. لام لام هادي فعل مضارع منصوب فعل لام لام ماذا. هاي لام حرف نصب. لام ماذا تعتبر؟ لام تعليل. لام التعليل. هل بعلل أنا؟ لام الأمر. نعم الأمر. إذن فعل ماذا؟ مجزوم. فعل مضارع مجزوم. نعم كملي. فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنهم الأفعال الخمسة. والواو. الواو ضمير متصل مبني في محل مبني في محل رفع فاعل. ممتاز. أشكرك. نسمع من لين العرعر. تفضلي. مس مرحبا. أهلا مس. الموظفون لم يأتوا إلى مكاتبهم. أولا هاتان النافذتان تخلان النور والهواء إلى الحجرة. هل هناك فعل؟ أنا هاي الجملة ولا التحدي؟ لا هذه الجملة. ليش نطيتي على بعديها؟ تدخلان. نعم تدخلان. تدخلان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنهم الأفعال الخمسة. والألف. والألف ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. ممتاز. أشكرك يا لين. نسمع من سارة. تفضلي سارة. مرحبا مس. هلا حبيبتي. الموظفون لم يأتوا إلى مكاتبهم. نعم. لم حرف جزم. أحسنتي. يأتوا فعل مضارع مجزوم علامة جزمه حذف النون لأنه من أفعال الخمسة. والواو.
واو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. يا عيني عليك، أشكرك. نسمع من جنى، تفضلي جنى. أنتما تدرسان لكي تنجحا في الامتحان. الكي حرف نصب وتنجحا قبلها فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنهم أفعال. نعم. والألف؟ والألف ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. طيب كي تنجحا؟ كي حرف نصب وتنجحا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. ممتاز، لأنه من الأفعال الخمسة، والألف كما قلت قبل قليل ضمير متصل مبني في محل نصب في محل رفع فاعل. شكرك يا جنى. نسمع من تولين آخر إشي. مرحبا مس. هلا حبيبتي. أي أيتها الفتاة لا تقتربي من الخطر. نعم. هذه لا. لا حرف جزم. فتقتربي فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. ممتاز. وماذا بقي؟ الياء. الياء. الياء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. ممتاز، ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. شكرا لك يا تولين، وشكرا لكم جميعا. انبسطت جدا، يعني كانت فعلا حصة رائعة، ومع انه كنت بفضل انه نذكر ان اشياء اخرى، لكن مشاركتكم فعلا فعالة، وبالعكس انا كتير بحب انكم تسألوا دائما وتشاركوا. شكرا لأي ملاحظة كان طالب أي يكتبها أو يذكر لي إياها بشكل سريع. كتير بنبسط بحصصكم. في أي سؤال اسألوا. إحنا هيك أنهينا الحصة، وبرجع بكرر شكري لكم، لأنكم فعلا جميعا بشكل عام جميعا فعلا طلاب من طلاب متميزون بشكل كبير جدا. في أي سؤال ارفع إيدك، أو بدي أنهي. ميرال في أي إشي؟ لين، جود، رافعين إيديكم في إشي ولا ناسين؟ طب بسرعة جود يا مس، بسرعة يا جود، تفضلي جود. مس نسيت أنزل إيدي. طيب ماشي. لين عرعر حبيبتي تفضلي. هلا بتقولي نسيت أنزل إيدي. نسيتي؟ طيب يعطيكم العافية، شكرا لكم، دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.